باسم الآب والابن والروح القدس إله الواحد آمين. قال متى الرسول: في تلك الساعة دنا التلاميذ من يسوع وقالوا: من هو الأعظم في ملكوت السماوات؟ فدعا يسوع طفلا وأقامه في وسطهم وقال: الحق أقول لكم، إن لم تعودوا فتصيروا مثل الأطفال لن تدخلوا ملكوت السماوات. فمن واضع نفسه مثل هذا الطفل هو الأعظم في ملكوت السماوات، ومن قبل باسمي طفلا واحدا مثل هذا فقد قبلني. حقا والأمان لجميعكم. للمسيح يسوع التسبيح والبركة، من أجل كلامه الحي لنا. للمسيح يسوع التسبيح والبركة. إن لم تعودوا فتصيروا مثل الأطفال لن تدخلوا ملكوت السماوات. إخوتي وأخواتي مجد الله، نتفاجأ بهالآية اللي سمعناها، كيف يسوع عم بيحكي بجزم، عم بيقول إذا ما رجعتوا وصرتوا مثل الأطفال ما حتدخلوا ملكوت السماوات. يعني إذا بدك تفوت على ملكوت السماوات بدك ترجع وتصير طفل، غير هيك ما تحلم تفوت. تنقدر نفهم هالآية ما نعرف أول شيء من هو الطفل، كيف بيعيش الطفل. أيام كتير هيك تعرفوا، كل ما واحد يكبر بالعمر وتزيد صعوبات الحياة بصير يقول يا ريت برجع بصير ولد صغير مع عبالي بال أهلي يعطلوا هم الدنيا كلها وأنا آخر هم، صح؟ بس ليش بداك الوقت أنا بس كنت صغير ما كنتش أعطى الهم؟ لأنه كنت عارف أنه أمي وبيي هن حيدبروا كل شيء. أنا ما بعطى الهم إذا أنا ولد، ما بعطى الهم أنه كيف بدي أجيب الأكل وكيف بدي أروح أشتغل وكيف بدي أعمل كل هو وكيف بدي، ما بعطى الهم شيء. انتوا اهلي انتوا مجبورين تهتموا فيي، صح؟ وكل ما الولد يفوت بالعمق اكثر بقصه هالحب بينه وبين اهله كل ما يوثق فيهم اكثر. ويسوع عم بيقول لنا ذات الشيء، ما تعطوا لهم شيء وثقوا فيي. مش يسوع كمان بمحل ثاني بيقول انه طيور السما يلي ما بتشتغل وبتعمل شيء وبيكون السماوي كمان هو بيعطيها الأكل، فقديش أنتوا أهم من طيور السماء. وهون منفوت نحن بمشكلة كتير كبيرة من عنية، هي distraction، كل شيء بجاري بيضيعنا بنهارنا، بس هيك بس خدوا نهار واحد، لأنه يسوع كمان بيقول يكفي كل يوم شره. بس خدوا أنتوا نهار واحد، قديش مثلا في قصص هيك ما موثق فيها بربنا، بكون اخذ انا مقصد معين فجاه بيخلص النهار، يا عمي ما صليت ما عملت شيء، او اليوم عطلت كثير هم، في شغله صرت هيك عم فكر فيها كثير 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 وشلت ربنا وحطيت ربنا على جنب. يا اخي ما هو بيك، ما هو مات كرمالك. طب اذا مات كرمالك يعني انت قيمتك قد قيمة دم يسوع الثمين؟ ممكن يتخلى عنك؟ لا. طبعا شو عطلين هم؟ شو عمل من حبة قبة؟ ليش حامل السيبة بالقلب؟ عم بتطحبش الدنيا كلها؟ روق، كون مثل الطفل وساق ببيك. أيام نقطع بهيك تجربة كتير كبيرة وكتير صعبة ومشكلة ونفق أسود، بس هون القوة انه انا اوثق انه بيي مش ممكن يتخلى عني، بيي كله
خير، كله صلاح، هو الصلاح بحد ذاته. إذا هو سمح إني أقطع بهالشيء، هو بيعرف كيف بطريقة سرية يستخرج خير أعظم. هون بتجي الثقة. بخبروا عن بنت صغيرة بيا قبطان بالسفينة وهيك، ورايحين رحلة وفي عالم كتير وهيك، وفجأة طلع الموج وخلص يعني السفينة يعني عم تكلها، وصار الكل هيك بتعرفوا الألارم والأخبار والعالم راكدة وشو بقى تعمل. فجأة بيجي واحد بتطلع بيلاقي هالبنت قاعدة ما على بالها بال، قاعدة نايمة بوعيها، بقول لها شو بكي؟ إنه نحن بدينجر. فبتقوم بتقول له القبطان بعده عم بيسوق السفينة؟ بيقول لها إيه؟ بقول له أوكي. بترجع بتكفي نومتها. بقول لها إيه شو بكي؟ ليش رجعت أنت؟ قالت له القبطان هو بي وأنا بوثق فيه، فمش حيصير لي شيء. ورجعت كفت نومه. هالقد مهم انا استسلم بين ايدين ربنا، سلمه كل شيء. وساعتها هون بقلب التجربه بتصير فرصه لانا برهن عن حبي ليسوع، بتتغير كل الخبريه. بس ما نروح شوي بعد بالعمق اكثر. الطفل اذا بحب ابنه بحب اهله كثير، وقت يغلط بيخبي الغلط اللي عملها، او بروح بيقول ببساطه بيقول ماما سوري انا غلطت، عملت هون شيء غلط. كيف شو بيعمل الطفل؟ بيروح بخبر صح؟ وقديش هو بفوت بالبساطه اكثر وبالحب اكثر، بيعرف انه امه مش ممكن تاذي، مش انه حتحمل وتجلده، بيعرف انه امي بتحبني. فبيروح لعندها او لعند البي وبيقول له سوري اليوم جبت علامة واطي بالمدرسة أو عملت شيء غلط. يسوع هيك بده ايانا، غلطت بدك تروح تعترف. كثير واضح يسوع، إذا ما رجعت وصرت مثل الأطفال مش حتفوت على ملكوت السماء. ما فيك، ما بتزبط. بدك توثق فيي، بدك تسلم لي كل حياتك، وبدك تعترف. مجبور تعترف. ما في شيء مجبور، ربنا اعطيني الحريه انا اختار. بس انا بدي اكون مع يسوع، ما فيش ولا اي قديس تقدس من دون سر الاعتراف. بالرساله اليوم هيك كثير حلوه، بيحكي بمحل بيقول انه نحن علينا نصارع، يعني في ماتش بوكس، انا عم في مصارعه، بس بدي صارع بحسب الاصول. ما فينيش زعبر، في كرايتيريا معينة. وبإيمان المسيحي الكرايتيريا يسوع حطهم، ومنهم ما فيك تربح من دون ما تعترف، ما فيك تصال على القداسة من دون الاعتراف. هاي مشكلة كتير كبيرة. بخاف اعترف. خي ليش خايف؟ مش عارف ان هذا بيك؟ إذا هذا بيك وبتخاف منه، فإذا أنت عندك مشكلة روحية مش عارف من هو بيك، وإذا أنت عارف إنه بيك بيحبك وخايف تعترف، في عندك مشكلة كتير كبيرة. ما هو بذل دمه ليخلصك، بتجي أنت بتقول له لا أنا ما بدي إياك تخلصني بدمك الثمين، ما بدي، أنا بعرف كيف خلص حالي، ومش بالاعتراف. شو هالكبرياء؟ شو هالكبرياء؟ من واضع نفسه، بدي واضع، بدي اقبل اتواضع وروح اعترف. غير هيك بكون أنا جبل كبرياء، جبل متكبر، ما بتزبط. يسوع واضح، إن لم تعودوا بدك ترجع وتواضع وتصير متواضع لتقدر تفوت على ملكوت السماء. غير هيك بتزبط. فكتير مهم يكون عن جد انه مش هيك نقطع بالكتاب المقدس، لا، ان لم تعودوا فتصيروا مثل الاطفال
لن تدخلوا ملكوت السماوات. فان شاء الله كلنا اللي نحن حاطين ملكوت السماء هو هيك نصب اعيننا، وكل يوم عم نجرب نسعى اكثر من يوم انه نقرب اكثر فشخه اكثر، واذا وقعنا بنرجع بنعترف وبنقوم بنكفي. بس الخساره الاكبر هي وين؟ وقت اوقع وضلني على الارض وارفض اني اقول له بي تعا ساعدني. اذا ما بقول هالشي كانه انا عم اقول له انا بعرف كيف قوم وكفي، وبيخلص العمر بكون انا بعدني قاعد بهالارض ومدمم. فليش ما بطلب من ربنا يساعدني؟ واذا هو اراد انه بدك ساعدك روح اعترف هونيك، انا بغسلك كلك سوا من فوق لتحت، بعطيك قلب جديد، فما تخاف مني انا بيك. فان شاء الله كلنا سوا نقدر عن حق وحقيقه نحقق هالايه يلي قال يسوع: ان لم تعودوا فتصيروا مثل الاطفال لن تدخلوا ملكوت السماوات. كلنا مدعوين لنكون ابناء الملكوت، فكل يوم عن يوم لازم نكون عم نقرب خطوه اكثر لنحقق مشيئه ربنا بحياتنا.